وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معي مراسلنا من البصرة علي عدنان. مرحبا بك معنا. هل تتوقعون أن يمضي مجلس البصرة بمشروع الأقلمة؟ تفضل. علي، إذا كنت تسمعني، كنت قد سألتك إنه يعني هل تتوقع أن يمضي مجلس البصرة بمشروع الأقلمة دون معقلات؟ نعم، شهدت جلسة أو يعني مجلس محافظة البصرة يوم أمس بالتصويت بأغلبية تقريبا 20 عضو من أعضاء مجلس المحافظة بالتصويت على مشروع الإقليم. أن هذا المشروع لم يكن مجددا في مجلس المحافظة، إنما كان هناك مطالب من قبل أعضاء المجلس لمشروع الإقليم. لحد هذه اللحظة المشروع يعني صوت عليه وأرسل إلى مفوضية الانتخابات، ولم تظهر النتائج لهذه اللحظة. طيب، من هي الكتل السياسية الرافضة للمشروع ولماذا؟ عدد الكتل الرافضة، لم تكن هناك كتل كبيرة لمشروع الإقليم، إنما التصويت كان من قبل 20 عضو من أعضاء مجلس المحافظة. كانت جلسة يوم أمس يعني غنية بحضور أعضاء المجلس، وتم التصويت على موضوع يعني إقليم البصرة، الإقليم الذي برأي الكثير من الحاضرين الأعضاء أن هذا المشروع الذي سينقذ البصرة من يعني القرارات المقيتة من العاصمة بغداد، وإعطاء حقوق البصرة إن كانت يعني من الأموال أو من يعني أموال المنافذ الحدودية. خصوصا الكل يعرف أن البصرة يعني هناك الكثير من الأموال في ذمة الحكومة الاتحادية، وربما إذا كان هناك تصويت على مشروع إقليم البصرة سيكون هناك الكثير من حلحلة هذه المشاكل التي تتعلق بالعاصمة بغداد. طيب، هذا الموضوع بشأن موضوع الإقليم، إقليم البصرة، ماذا عن أوضاع البصرة؟ كيف هي يعني بخصوص السيول التي تشهدها البصرة، كيف أوضاعها؟ نعم، استنفار أمني وإجراءات احترازية من قبل اللجنة التي شكلت والتي بعثت من قبل رئيس الوزراء بالبصرة، وهناك خلية أزمة شكلت من قبل مستشار محافظ البصرة ومديرية الدفاع المدني ووكيل وزير الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي. كلهم اجتمعوا من خلال تشكيل خلية أزمة لدرء خطر السيول إن حدثت في محافظة البصرة. الكل يعرف أن بعض مناطق التي تضررت في محافظة البصرة بالأقضية والنواحي المتأخمة مع شط العرب، هنا السؤال، خصوصا يعني هل تم منطقة حصر الصالحية والسيدة، السيول؟ بعض وما هذه هي أبرز المناطق التي تعرضت أو هي مهددة لأن تتعرض للسيول؟ أبرز المناطق التي تضررت هي منطقة السيبة ومنطقة الصالحية المحاذية لشط العرب القريبة من منفذ الشلامتة. هذه المناطق التي تضررت، وهناك الكثير من البيوت التي تضررت، وغرق هذه البيوت أصبحت مناشدات من قبل الأهالي لموضوعة اليوم إنقاذهم من موضوعة ارتفاع مناسيب المياه في شط العرب. لم تكن هناك سيول قوية، إنما الجانب الإيراني حذر بعض المناطق التي من ضمنها إن كان هناك ارتفاع بمعدل السيول. لو ذهبنا إلى مجلس المحافظة والحكومة المحلية، هناك تخصيص لمليارين ونصف من الأموال لخطة الطوارئ لهذه المحافظة من خلال دعم كل الآليات ودعم يعني إن كان هناك سيول في المحافظة. وحول هذا الموضوع ينضم معي رئيس لجنة الزراعة الأستاذ جمعة الزيني في نشرة أخبار. تفضل أستاذ. عقد مجلس محافظة البصرة جلسة استثنائية لمناقشة تطورات الوضع المائي في البصرة جراء ارتفاع مناسيب المياه في شط العرب وفي دجلة، وتم تخصيص مليارين ونص لدرء أخطار يعني الفيضان يعني لمعالجة حالة الطوارئ. كان يمكن أن نتجاوز الحل الآني لأي مشكلة تحصل من خلال التخطيط المسبق لتوقع مثل هكذا أحوال سنويا. هذه السنة كان الارتفاع في المناسيب بشكل مفاجئ،
لكن رغم ذلك هنالك خطوات على مستوى التخصيص، على مستوى اجتماعات خلية الأزمة، استنفار للجهد بكافة الدوائر، نفط، الدفاع مدني، قيادة العمليات البلدية، الموارد المائية، لاتخاذ إجراءات احترازية. وبالفعل نتيجة هذه والحشد الشعبي نتيجة هذه الجهود أمكن السيطرة على كثير من المناطق بالرغم من حاق الضرر ببعض مناطق البصرة وفي شمال البصرة بالذات المناطق القريبة من هور الحويزة المنخفضة حيث وصل الضرر إلى 19,000 دونم إضافة إلى 24 قرية وكذلك في منطقة الصالحية وأرض الخصيب المناطق القريبة من نهر الشط العرب. إذا كنت تسمعني يعني لماذا لم يتم التحضير لهذه الأزمة من قبل خصوصا أن هناك استنفار لمعالجة هذه الأوضاع ونسبة النجاح في درء هذه الأخطار جيد لكن يعني لماذا لم تكن هناك تحضيرات لموضوع خطر السيول وخصوصا اليوم الأزمة يعني ربما ستكون هناك أضرارها كبيرة على محافظة البصرة، هل هناك تخصيص لأموال استعدادات لهذه الأزمة خصوصا في يعني العام الماضي أو الجلسات القبل؟ كان يتطلب أن تكون استعداداتنا مبكرة وأن تنهض محافظة البصرة، الإدارة المحلية بكامل مسؤوليتها والحكومة الاتحادية لاتخاذ التدابير اللازمة، لكن المعروف والكل يعلم دائما نتعامل مع المشكلة آنيا يعني وبتخطيط عشوائي، وهذا سر التخلف والتأخير في إنجاز كثير من الأمور للمواطن. لو كانت هنالك خطوات يعني استباقية لما حصل ذلك. طرحت الموضوع يعني في كتاب على الموارد المائية قبل أكثر من شهر، ما هي الاستعدادات لتدين السواتر، فحص النواظم، مراقبة انسيابية المياه في نهر دجلة وفي شط العرب، وطلبت باستضافة السيد المحافظ لغرض أن نوضع خطوات اللازمة. لكن للأسف الشديد مثل ما ذكرت أنه دائما احنا استعداداتنا تكون آنية. شمال البصرة وضع اليوم شون؟ شمال البصرة حاليا بصراحة جهد عالي موجود بالمنطقة مستنفر لدرء أخطار الفيضان، وهنالك متابعة مستمرة لقياس التصاريف. عند منطقة الفتحة في أول ظهور للسيول كان هناك 260 متر مكعب، بالثانية تدخل إلى هور الحويزة ومنها 68 في مياه شط العرب و 125 متر مكعب. حق المجنون حاليا الخطوات المتبقى خذ لحمايته جيدة، هنالك جيد واسع تحويط لكل المناطق المحيطة بحق المجنون حتى لا تسبب السيول أي خرق يهدد الحقل. عملنا فتحتين، فتحة من ناظم السويب وفتحة من نهر السويب. شكرا لك علي، وضحت الصورة. مراسلنا من البصرة، شكرا جزيلا لك.